لكن عندما يتكلم عن فاطمة رضي الله عنها زين سيدة نساء العالمين يعني يريب يأتي فضائله لا ننكره صحيح ونحن نتقرب إلى الله بحب فاطمة رضي الله عنها لكن انظر كيف يتعامل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يدل على ترفضه لا شك هذا الرجل شوف كيف يتكلم على أم المؤمنين عائشة وما أدري كان أخ محمد عنده إضافة أو شيء لهذا الموضوع. أنا من المحبين المتيمين برسول الله وآل رسول الله في الحقيقة أنا من العاشقين لآل محمد نعم وأقول لأخي الشيخ الخميس دائما هو يعني يهوله كيف يتحدث عن فاطمة يا أخي الشيخ عثمان والله العظيم يا أخي أقسم بالله وأنا لك محب إن شاء الله تعالى لا أقول هذا مبالغة والله أنا أحب كل الموحدين نصيحة من العبد الضعيف عدنان إبراهيم لأخي عثمان الخميس راجع نفسك في تعليقاتك على أهل البيت ما الذي يغيظك أنني أسلم على فاطمة أحب فاطمة كثير يا أخي كيف لا أحبها هل تتوقع مني أن أجعل عائشة رضوان الله عليها في مثل مقام فاطمة إني إذا لمن الجاهلين وهذا سيغيظك ربما لا 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 لا, لا. في نظري خذوا هذا عني قولوا قال عدنان إبراهيم ثم احكموا بما شئتم لست من الجاهلين أيها الإخوة أو المخذولين لأقول إن عائشة يمكن أن تقرن بفاطمة أصلا عائشة بنت أبي بكر فاطمة بنت محمد لن أغلب على عقلي بنت محمد يا شيخ عثمان طبعا لن أتحدث عن عائشة بأي حال من الأحوال كما أتحدث عن فاطمة حتى تكون مرتاحا أنت لا تكتشف خبأ أنت لا تكشف عن سر انظروا كيف يتحدث عن فاطمة فاطمة عليها السلام أنا خادم لأعتاب فاطمة خادم لنعل فاطمة عليه السلام نعم ماذا تتوقع مني فاطمة بضعة مني النبي يقول بضعة وهي في الصحاح يريبني ما يريبها يغضبني ما يغضبها بضعة إنها بضعة المصطفى لحمه ودمه اعذروني والله هكذا أغلب على نفسي وقد بدأت هادئا أحب أن أبقى هادئا لكن لا أستطيع فأقول للشيخ عثمان يا أخي بالله عليك والله أنا مشفق عليك أقسم بالله بالله عليك استهد الله تبارك وتعالى استهد الله يهدك الله إن شاء الله تعالى اترك يا شيخ عثمان أنا أقول لك هذا المقام الذي أنا فيه الآن هذا خيال أنا نفسي لا أرى نفسي إلا خيالا أرى كل شيء بمنظور زوالي كل شيء زائل ذاهب هذا البخاء والخيال يا شيخ عثمان يا شيخ دهوم وكل المشايخ تكلم أنا أفعل هذا إن شاء الله تعالى مستعينا بالله والله العظيم وفي نيتي دائما تكلم كما لو كنت الآن على فراش الموت الآن أنا الآن أنزع أحتضر ماذا سأقول لذلك أنا الآن أكلمك يا أخي الشيخ عثمان كما لو كنت أنا الآن على فراش الموت